عم وين عرفي وذاك يقول فارقني ابن امي يهيج لو عدل ويزيد همي حيلك من دير العين لي. تفقدت العائلة تفقدت الأطفال مرت الربا سألت عنها قالوا لعلها عند ولدها عبد الله الرضيع. جاءت زينب إلى مصرع عبد الله الرضيع إلى المكان الذي كان فيه رأت الرباب وقد أخذت رضيعها وضعته في حجرها تنظر إليه قلها رباب من الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قالت لها سيدتي لما شربت الماء صدري أوجعني تدرين بعد المرأة اللي مرضع تدياها تدر عليها جي ترضع ابن الماء شربه درم يا بن حيدر تدايا يا ديان قل الحرم انا ويا تقول لي يا عبد الله اقضي الليل باسمك من المدمع يا عبد الله اقضي الليل باسمك واهمل المدمع وقلها انتظر يا روحي كم يوم وإلك يرجع أي الأم الفاقدة وقلها انتظر يا روحي يوم وإلك يرجع وقمت أقعد وقمت أقعد نص الليل ليش وقمت أقعد نص الليل وقت الليل جلد ترضى هذا وقتك بعد يا عبد الله وقمت اقعد بنص الليل وقت الليل جنت ترضع وحتى النجم مو مثلي نجم يخفى ونجم يطلع جاءت بها الحوراء زينب إلى مكان المخيم لا نقول للمخيم لأنهم ما تركوا ولا خيمة واحدة على عيالاتهم يا عبد الله تستظل بها هذا عند ذاك تفقدت الأطفال فقدت فاطمة بنت الحسين هذا نزلت مولاتنا زينب قالوا لها لعلها عند أبي عبد الله الحسين نزلت مولاتنا زينب جد عمرها 56 سنة رأت فارسا قريبا منهم يا هذا ما تصنع ما وقوفك هنا قال سيدتي لقد رق قلبي عليكم جئت لحراستكم هذه الليلة تنقت بعبرتها قالت أبعد أبي الفضل العباس وعلي الأكبر أنت تحرسنا وين ليجي وياي شجا يا ريت اعتني المطروح على الموت أقل لا يا ما ينور عيناي بعدك صفن أبوي تعدوي عاد قلت لها ما سمعت ما رأيت طفلة لأن عندنا طفلة ضايعة ما لقيناها قال سمعت أنينا عند مصرع الحسين عند مزدلفة أبي عبد الله عاد اجت وين اجت الى مصرع الحسين وسمعت فاطمة تتكلم مع جسد المولى ابي عبد الله تقول لابوي يا نصير من زغريتي والناح من بعدك لجيمة ثار الابو يا ناصر
يبيع على بلاد وحريمة للحومة تنزينا البهمة دون وتصيح ويا ندي عمة لقتها لا إذا بكترب اليمة تحجي ويا ويا تكلم تقل أبويا أمست علي المسية وبعيد خيام نصارت علي يا أبو السجاية تقل لي شلون بي بعد يا والهل برديت والسم سمعت زينب صاحت لأبني لا تخاف قامت فاطمة من جسم الحسين شبقت على عمت يا زينب بني يا فاطمة ما الذي جابك إلى هنا قلها عم زينب لما هجمت القوم على المخيم شفت الأطفال هذا ما تحال وذاك ما تعطش وذاك ما تسح تحت عوافر الخول قلت وين أنا ألتجئ ما عندي مكان ألتجئ إليه إلا جسد المولى أبي عبد الله ولكن يا عم جئته فرأيته جثة بلا رأس أرجعت يا زينب ذلك عليه السلام قالت لي نعم بعد ذلك نزلت عاد مولاتنا زينب لما جمعت العائلة كلهم النساء الأطفال خلتهم في مكان ونفذت وصية أبي عبد الله أن جاءت إلى جسد المولى أبي عبد الله وضعت يديها تحت الجثمان الطاهر للحسين ماذا نادت قالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك يا كريم ثم اتجهت إلى جهة المدينة صاحت يا جدّاه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك زبايا وإلى الله المشتكايا يا جدي من تجنت مدلل دوم تارب كربلا سلبه الهدوم او الفاق اتسرى ينزف بالدموم او ضلع امه الى صارت تجيب يا جدي اي من تجنت تقبل ايدي تعالي الكربلا وشوف الجرالي يلاجب وحده ويفحص برجلي يا جد ما تمحد وقبلونه ولا نغار غمضنا عيونه ثم بعد ذلك ندبت امها الزهراء قلها يم يم الحسن يم تعالي تعالي شوف الكربلا سوت بحالي يما طلعنا من المدينة براس حالي ما حسبت هذا على بالي والله خوتي مصرع كل اقبالي واذا بالصوت يجيها يقلها انا يمي يا يما مو بعيدة مو بعيدة أنا شفت حسين من حزوري أنا ناطن هضا دور جمع ضيدة وناطن هضا دور راس بعيدة والله يا زينب ونت عليكم شديدة رجعت مولاتنا زينب إلى مكان العائلة قالت لأختها أم كلثوم
أخي يا أم كلثوم كنا في حماية أبي الفضل العباس وعلي الأكبر في حماية أسياف بني هاشم الليلة ماكو أحد يحمينا سوى العليل الذي لا يقوى على الغياب أخي نتقاسم الليل فيما بيني وبينك كان نوبة الحوراء زينب مو باختيارها أنها هومت عيناها بالنوم مو باختيارها زينب مأمورة بحفظ هذه الوصية لسيد الشهداء بكفالة العائلة هومت عيناها بالنوم بدون اختيارها وإذا بها ترى فارسا قد اقترب من جهة المخيم من جهة العائلة عاد نادت به الحوراء زينب يا هذا شمر واشتمر عنا ما تريد منا إن أردت أن تسلبنا فنحن مسلبات إن أردت أن تروعنا فنحن مروعات ما تركوا علينا هؤلاء هذا شيء سلبونا روعونا وإلى بالفارس قلها يا زينب يا حبيبي هذا نبوك تشوفي يا زينب يا حبيبي هذا نبوك تشوفي والله جيت احمي عيال مسكين وخل قلبك يا ود حنينك لما علمت ان الفارس ابوها امير المؤمنين تقل ابويا ويا للساع ما لحقت لحزين يا ابويا وين للساعة ما لحقت لحسين فزاع من داره وعلي اهل الاقوى او خلاه ودمه يصب للقايا يا ابويا يضربونا ولشقف بدينا ابويا يضربونا ولشقف بدينا اللهم بحق هذه العبرات بحق هذه الدموع بحق هذه الحرارة الحسينية اللهم لا تكفئها من قلوبنا يا كريم حتى نلقاك قرى اللهم عرف بيننا وبين أئمتنا لا سيما بيننا وبين أبي عبد الله الحسين يا كريم يا كريم اللهم لا تحرمنا من هذه الخدمة وفقنا لخدمة آل الرسول ما أحييتنا وثبتنا على ولايتهم مع أبنائنا أسرنا شبابنا اللهم شافي مرضانا في حوائجنا يسر أمورنا اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الأخوة القائمون المؤسسون المشاركون خدمة الحسين عليه السلام تقبل الله عملهم جميعا مع الحضور الأخوة والأخوات بأحسن القبول واجعل ذلك خالصا مخلصا في ميزان حسناتهم يوم يلقونك يا كريم إلى أمواتهم من مات على الإيمان إلى الذوات الطاهرة يا الرسول خصوص إلى روح مولانا سيدنا أبي عبد الله الحسين والأرواح الطاهرة لأهل بيتي وأصحابه رحم الله من قرأ الفاتحة مشفوعة ومنورة بنور الصلاة على محمد وآله.